بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في السلسله ديال دي الاي اس بي دوت نت مع اهم التطبيقات التطبيقيه او اهم الاشياء اللي هي جريد فيو. واليوم ان شاء الله نتعلموا كيفاش نقدروا اننا نصايبوا واحد جريد افيك لي بوطون دو ميساجور. يعني جريد في كل سطر غيكون عندنا ازرار ديال غير موديفي احذف سبريمي متر اجور قوم بالتغيير وكنسل يعني الغاء التغيير. فوالا هذه بلاسيست لكن بالكود ان شاء الله ماشي بلاسيستون ولكن باش بالكود. اذا نمشيو لهاد الفورمولير نمشيو على هاد الجريد ان شاء الله ونأجوتيو هادوك لي بوطون دو ميساجور. اذا كما قلنا هنا ايديت كولوم اننا نصايبو دي نصايبو دي كولوم جداد اللي فيهم لي فوالا يا بسم الله. اذا حاولوا كوموند فيلد بوطون فيلد نشوف ان شاء الله اش نقدروا نديرو. فوالا هما هادو. اذا البر الهدف ديالنا هو برمجه الديليت يعني سوبريمي وحذف سيليكت اختيار فوالا ايديت يعني تغيير كنسل الغاء تغيير ابديت يعني تغيير فوالا. اذا فتح لي التغيير هنا تغيير ابديت وايديت وهادو كاملين عندهم ديزيفلمون رو ديليتين رو ابديتين وغتكون عندنا ان شاء الله وحده سميتها رو ايديتين وحده سميتها رو كنسلين ايديت اكسترا. يا بسم الله نبداو خويا ديليت وهاد لي زوبيراسيون دو ميساجور اجوتي خمس اجوت ان شاء الله. ناخذ ديليت هيا تاهي اجوت ديليت تاهي اجوتي ان شاء الله فوالا. ناخذ تا سيليكت اجوتي ان شاء الله فوالا سيليكت كامل هاد لي زيفينومون كاملين غيكونوا عندنا في جميع الاسطر. الهدف ديالنا هو برمجة هادو كاملين فوالا. اذا سيليكت نمشي عند الهيدر نحاول انني ندير سيليكسيوني او سيليكت كاع اللي بغينا سيليكت فوالا. هنا ندير نقدر ندير لنا مثلا سوبريمي او حذف سوبريمي سوبريمي فوالا. وتبقى ان شاء الله هنا موديفي او ابديت او خليها موديفي اللي بغيتي فوالا. اذا ان شاء الله كما قلت ندير اوكي فوالا. اذا الحمد لله هما ايديت ديليت سيليكت وهنا عندهم الهيدر العنوان ديالو. الهدف ديالي دابا هو برمجه كل وحده فيهم. اذا نورمالمون طبيعيا انني نبدا بهاد ديليت هاد ايديت. هاد ايديت فيها ثلاثه فيها برمجه ايديت فوالا باش يتحلوا لي هادو باش نقدر انني نبدل. وكاينين وحده ديال الغاء وغتعطيني متر اجور يعني اللي غندير فيها لادو. وكاينه الغاء التحديث فوالا. اذا هذه راه فيها ثلاثه الكودات خاص نبرمجهم ثلاثه وهذه غير وحده وهذه غير وحده. اذا كما قلنا نحاولوا نبين لكم بان هذه ملي تكليكي لها تتحول لجوج وبالتالي خاصنا راو كنسلين ايديت اللي تغتسد وكاينه راو ايديتين اللي غتخليني انني ايديتي وكاينه ماتر اجور. اذا غنكزيكوتي باش تبان لك الامور مزيانه ان شاء الله. هي كما قلنا هنا اكزيكوتي بسم الله هذا فيو ان براوزر باش تبان لنا بان الكليك ديالها. اذا غنبرمجو ان شاء الله خمسه كاينه وحده ديال سيلكس وحده ديال ليت هي جوج وبالنسبه لديك ثلاثه ديال البوطون دو ميساجور. اذا البوطون دو ميساجور فيها ثلاثه فيها الغاء التحويل كنسل فيها التبديل وفيها طلب التبديل فوالا. اذا فيها كامل. اذا نشوفوا ان شاء الله القضيه باش تبان لينا مزيان افون دو ديفلوبي. وغنبداو غير نقسموا ان شاء الله التابي اللي زوين وطويل بزاف هذا نقسموا لمجموعه المراحل. نبداو بعدا كاين بهذيك الغاء التحويل و طلب التحويل فوالا. اذا غنشوف ان شاء الله عاد اذا درت ايديت تحول لك لجوج. اذا خاصني نبرمجها باش منها هي راو ايديتين ويتش واز نوت هاندل خاصني ندير هذيك راو ايديتين حتى هي نديرها. اذا بشويه عليا شويه غنبدا نبرمج يا بسم الله. اذا غنسيليكسيوني ان شاء الله الجريد هنا وغنمشي لواحد اللعبات هما في ديزيفلومون بلا ما نحفظهم ديك راو ديال ليتين راو كنسل ايديت غير نسيليكسيوني ونمشي ان شاء الله لهاد لي زيفينومون هاد البرقه هاد العلامه هادي. وكاين بزاف ديال الحوايج نبداو ان شاء الله بالاولى اللي تتخليني انني نبدل اللي تتسمى راو ايديتين. هاهي راو
ايديتين هاي غير كليكي جوج مرات قدام راه ايديتين هاي يجيني داتا جريد بوان ايديتين فيها واحد الكود خاصك ديرو باش ان داتا جريد بوان ايديت اندكس هاتا ندير بسم الله 10.10.جريد فوالا وتطلب ان بوان ايديت اندكس فوالا هي ايديت اندكس تساوي فوالا او هاد ليفينومون او شوف الله يخليك كاين واحد ليفينومون هنا واحد ليفينومون هو جريد فيو ايديت ايفنت ارغ او هذا ناخذو يساوي او غنقولو ان شاء الله او بوان بوان ايديت اندكس بوان نيو يعني نيو ايديت اندكس باش نقدر انني نبدل على ايديتين باش نقدر نبدل بوان فيرغول بوان فيرغول فوالا ودائما تنعيط على شارجي اللي غتشارجي ليا الجريد ديالي اذا غيكون عندي ان شاء الله بكل بساطه غيكون عندي ان شاء الله واحد ندير واحد البروسيدور سميتو شارجي باش نبقى نعيط عليه دائما يعني غنبقى نحسس دائما التعميره ديال الجريد يا بسم الله حاولوا نديرها بيبليك ها هي ديجا درنا في التبيات القدام بيبليك فوايد مشى رجعنا والو وغنسميها ان شاء الله شارجي ولا هذه عاديه وان شاء الله ندير اكواد مفتوحه اكواد مسدوده ونمشي ونقول هذيك اللي درنا في اللود ديال التبيات اللي هذه ها هي بسم الله كنترول سي نجي لهنا ندير لها ان شاء الله كنترول في فوالا وهنا دائما خصني في اي ايفينومون ندير شارج بشويه نتاكد ها هي شارجي نقدر نبرمج بشويه بشويه حتى تصدق لي التابي ان شاء الله مهم جدا وتتعطى في الامتحانات هذا احتمال الاسئله اللي غتلاح في الامتحانات ان شاء الله اذا يا بسم الله نعاود اخويا ثاني فيو ان براوزر فوالا نشوفو في نافيغاتور فوالا تسمح على التاخر اذا نعقلوا بان عندنا واحد ليفينومون سميتو سيليكسيون جريد تمشي لهذيك علامه الباق بحال ايفينومون تختار هذيك راو ايديتين راو ايديتين وتدير داتا جريد بوان ايديت اندكس يساوي او بوان نيو ايديت اندكس وتعيط على الميثود شارجي تعيط على الميثود شارجي غتبقى تحتاجها دائما هذيك الميثود شارجي لو ما ديرها في واحد البروسيدور وتبقى تعيط عليها اذا هذا ثقيل فوالا اجي نشوف يا بسم الله دابا عاد بان فوالا اذا ماليدوني ديالي غيبانو ان شاء الله فوالا غنمشيو عند الايديت ها هي تقسمت لي على جوج عطاني دي تكست بوكس باش نقدر ندير ابديت اللي هي ميزاجور ابديت اللي هي ميزاجور اللي تنديرو في لادو وكانسل هي تتسد دابا باقي ما درتش كانسل اذا خاص ندير هذيك راو كانسلين ايديت الى سيليكسيون عطيني خطا يعني باقي ما برمجش باقي ما برمجش هذيك الخطا هي بشويه بشويه تقدر بلا ما تبقى حافظ هذوك راو كانسالين ايديت غير دير يبان لك الخطا وسير دير ليفينومون راو كانسالين ايديت بلا ما تحفظ نهار الامتحان صايب هادي وتم غادي بشويه بشويه انا نرجع ثاني بشويه الله ما نخاف عندك راو كانسالين ايديت هنا نمشي عند هنا ثاني انا مشيت هنا نمشي ان شاء الله نسيليكسيونيها نمشي ليزيفينومون وغنمشي عند وحده سميتها راو كانسالين ايديت لانه قال لي عندك خطا قال لي برمجه راو كانسالين ايديت هاي باي الحمد لله داتا جريد بوان راهو كانسالين ايديت نفس توشيه فوالا جريد فيو غنعطيه غنسد يعني غنعطيه موانزا هما بحال هكا برمجوها هما صحاب مايكروسوفت هما قالوا لنا بحال هكا الا بغيتي تسد هذيك ما فيها لا عقل لا والو بحال هكا الا بغيتي تسد هذيك اللي سميتو ها هي ايديت اندكس ايديت اندكس ايديت اندكس ها هي اندكس اوف رودو ايديتي ايديت اندكس تساوي ناقص واحد فوالا تساوي ناقص واحد ودائما لاحظتي خاصنا شارجي باش تعمر ليا الجريد فوالا بوان فيرغي شوف امور غادي الحمد لله مزيان اجي نعقد الاكزيكوتيف استسمح ثاني ما ربنا تكون الاطاله ولا سيحه بلوزز ان هادي دابا شويه بشويه حتى ندير هذوك لي بوطون لانه اهم العوده تبقى دير دي زانترفاس اونتخي لو نيميرو شيرشي عاد سيبريمي موديفي لو بغيتي تافيشي كلشي في جريد وكل اللي انت دير ليه سيليكسيوني ديالو باش يبانوا لك لي زانفورماسيون ديالو ودير هذيك اللعيبه خويا ديال موديفي وسيبريمي في كل سطر بلا ما تبقاي تصايب ديزانترفاس ديال سيبريمي والانترفاس ديال موديفي اكسترا
إذن أحسن طريقة هي هذه، وحاولوا إن شاء الله نديروا كل ما يتعلق بالجريد مهمة. يا بسم الله، هيا فوالا، شوفوا إن شاء الله الأمور واش غادي مزيان. كما قلنا هاهي إيديتي، هاهي كنسال خاص ترجع ليا الأصل. الحمد لله هاهي بخير الأمور، هاهي الحمد لله تبرمجوا ليا دابا، تبرمجوا ليا جوج هاد إيديتي وهاد كنسال، بقات دابا أبديت، بقات دابا أبديت اللي فيها موديفيكاسيون. ونشوف ان شاء الله دابا اجي بلاتي ما ندير ابديت اللي فيها روكيت شويه نقطه بارابور لي زوتر، اجي نزرب على سلكت، وهاد سلكت اللي سيليكسيونيتا يجي يبانوا لي لي زانفورماسيون، لان مهمه جدا. شي مره يقول لك اسيدي جبد لنا هاد النمره ديال الكولستر ولا شي حاجه، غنتعلموا نبرمجوها بسلكت. اذا شكرا على الانتباه ديالكم، والفيديو الماجي غيكون خاص ان شاء الله باش بروغراماسيون ديال سلكت. شكرا على الانتباه ديالكم.